أحسنت، لقد حفظت الطريق بسرعة مذهلة، تستحق مكافأة. هيا قف، سنأخذ قسطا من الراحة وتتناول وجبة شهية. تفضل، ألست جائعا؟ تريد أن أكمل لك قصة حمار العزير؟ عندما وصل إلى المقابر قال العزير متعجبا من قدرة الله أن يحيي هذه الله بعد موتها، وما أن أتم الجملة حتى سقط في مكانه ميتا ومات حماره في نفس الساعة. هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم، سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس. ربما صادف بعض الأشرار فسطوا عليه وقتلوه. لا يملك شيئا ليسرقه الأشرار، ثم إن لديه قدرة عجيبة على تحويل الشر إلى خير في نفوس الناس. كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه، هل ستذهب؟ لا لا، لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل. وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد، إن الباحثين يحتاجون إلى دواب وحمير تنقلهم في رحلة البحث، هي فرصة جيدة لتجارتي. هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان، لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف. معك حق، سنكتفي بالنداء، ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا. سيدي عزير، سيدي عزير. يا نبي الله، لا أحد يجيب. ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا. لا تضيع الوقت، إنه ليس هنا. هيا هيا نبحث في مكان آخر. ومرت 40 عاما على اختفاء نبي الله العزير، ونسي أكثر الناس سيرته. حزيائيل، ألا زلت على قيد الحياة أيها المسن الطاعن؟ ليس هذا وقت المزاح، إن الحرب آتية لا محالة. هيا يجب أن نفر إلى أرض أخرى. نعم، إن الأعداء كفار ولا يعرفون الرحمة، إنهم يحرقون نسق التوراة في كل قرية يدخلونها. وماذا تنتظر لتهرب؟ ها؟ الناس يحتاجون إلى حمير ودواب للسفر، وسوف أظل هنا حتى أبيع كل ما لدي. سوف تموت في حرب مختنصر أيها البخيل. الأعداء قادمون، إنها الحرب. السلام عليك يا ولدي. اذهبي يا جدتي من هنا، صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين. رحم الله من كانت هذه أرضه. اسمعي أيتها السيدة، لقد حكيت لي هذه الحكاية 1000 مرة. كان هنا مسكن نبي اسمه عزير، ولكن هذا منذ 100 عام. مهما تغيرت السنين الأصل يبقى يا بني، والخير يدوم. أنت امرأة مخرفة، اذهبي بعيدا. لماذا تريد طردي من هنا؟ إنني أنتظر عودة سيد العزير، أريد فقط أن أطمئن عليه وأقوم بخدمته عندما يعود.
وبعد 100 سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير، ووجد أمامه كائنا من نور جليل. قال له: كم لبثت نائما يا عزير؟ أجاب: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. انظر إلى حمارك يا عزير، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة، ومجرد الأمر وحده. انظر كيف يبحث التراب عن التراب، ثم انظر كيف يكسوه الجلد. انهض أيها الحمار الميت منذ 100 عام. أمرك أيها الملك الجليل، ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد، كيف؟ متنا 100 عام، تحول فيها جسدي إلى تراب، وبقي عصير العنب على حاله، كيف؟ نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قد تغير شكل السوق وشكل البيوت وملابس الناس، لم يبق على حاله إلا نحن الحمير. نهوقة نهوقة، أنا حمال. معذرة، لا أعرفك. كيف لا تعرفينني؟ لقد تقابلنا منذ 100 عام. 100 عام؟ تتصور أن عمري 100 عام؟ سامحك الله. آسف، ظننتك حمارة أعرفها، اسمها نهوقة. انتظر، هذا اسم جدتي جدتي التي عاشت في زمن نبي الله عزير. أنا حماره، لقد مت مع سيدي منذ 100 عام، ثم بعثنا اليوم. لماذا تضحكين يا حفيدة نهوقة؟ لديك خيال عجيب، لم أسمع هذه النكات من قبل. إنها الحقيقة، صدقيني، لقد مت 100 عام وعدت للحياة، صدقيني، صدقوني، إنها الحقيقة. يا لكم من حمير.